الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فمن نعم الله عز وجل على هذا الإنسان في هذه الحياة أن جعل الليل للراحة والهدوء، وجعل النهار للمعاش وطلب الرزق. فالنوم هو نعمة من نعم الله عز وجل، وآية من آيات الله، فقال سبحانه: ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. لكن كثير من المسلمين جعلوا هذه النعمة نقمة عليه، فاعتبروا الحياة أنه عبث ونوم. والله عز وجل خلقنا للجدية والعمل والمثابرة، فقال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق. ولذلك جعل الله لنا الصلوات الخمس، فجعل في كل وقت من أوقات اليوم والليلة صلاة، حتى يكون الإنسان متصلا مع الله عز وجل دوما وأبدا، لا ينقطع اتصاله مع الله. ففي الليل جعل الصلوات، وهي صلاة المغرب والعشاء، وبدأ النهار بصلاة الصبح، ثم الظهر في النهار والعصر. لذلك الله عز وجل يقول للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. فالإنسان الذي لا يكون له اتصال مع الله إنسان فاشل، إنسان لا قيمة له، إنسان لا وزن له في هذه الحياة ولا قيمة له في الآخرة. هناك من الناس من له وزن عند الله، له قيمة عند الله، قدر عند الله، له شأن عند الله. هناك من الناس من لا قدر له ولا وزن له، يعيش في الحياة عيشة العبثيين، فلا يصلي ولا يذكر الله ولا يقرأ القرآن ولا يحافظ على الدين ولا يقوم بالواجبات التي أوجبها الله عز وجل عليه. ولذلك ترون شبابنا وأمتنا اليوم في هذا الزمان أنهم أهملوا الجانب العبادي وأهملوا الجانب الجدي في الحياة، حتى في الأمور الدنيوية، فصرنا لا نتقن لا الدين ولا الدنيا، لا الدين ولا الدنيا. فالدنيا لسنا من أهلها في هذا الزمان، فطار الغش والخمولة والكسل والتواكل وكل الأوصاف القبيحة هي في أمتنا وفي مجتمعنا اليوم تجاه الدنيا. فإذا وصف المسلم في هذا الزمان أو العربي فيوصف بأنه غشاش، بأنه خداع، بأنه متواكل، بأنه لا يحب العمل. كله تسأل الناس، أي إنسان تسأله من العرب الآن، المسلمين الآن، تسأله: أنت موظف؟ يقول لك: أنا موظف. ماذا تتمنى؟ يقول لك: أتمنى أن أحصل على التقاعد وعلى الراتب الشهري كما هو، ثم أجلس في بيتي وأسيح في الأرض. كل واحد يتمنى في هذه الحياة أنه يكون له راتب شهري ولا يعمل ولا يبذل أي جهد في هذه الحياة، ونتمنى الأماني والأحلام بلا عمل. لو تسأل غير العربي وغير المسلم لا وجدته خلاف ما يتمناه المسلم، يحب أن يعمل، يحب أن يصنع، يحب أن يكتشف، ويحب أن يبذل جهده لأن تتقدم أمته
ووطنه وأمته بخلاف المسلمين الآن. ولكن ما كان عليه المسلمون يوم أن كانوا متشبعين بروح الإسلام وعاملين بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وتربوا على يد الرسول صلى الله عليه وسلم. فحينما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كانوا يعرفون هذا الخمول ولا هذا الكسل. حتى النوم الذي قلنا أنه نعمة من نعم الله عز وجل، لا، فالنوم يجب أن يكون النوم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كان ينام النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ينامون؟ مثلا هناك النوم المكروه وهناك النوم اللي هو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم، وهناك النوم اللي هو ضروري في الحياة. الحياة ليحافظ الإنسان على هذا البدن لابد أن ينام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن ينام الإنسان قبل العشاء. لماذا؟ حتى لا يضيع صلاة العشاء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم الإنسان يصلي أن ينام بعد المغرب، إذا صلى المغرب ينام منهي، لأنك ستضيع فريضة صلاة العشاء. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن ينام، أن يسهر الإنسان، يسمر الإنسان بعد صلاة العشاء. لماذا؟ لأنه ضياع، ضياع لصلاة، وهو باب وسيلة من وسائل ضياع أو التفريط في صلاة الفجر. وهذا عادتنا، تعرفون أن السلف الصالح ما كان عندهم ما عندنا الآن، ما يسمى بالتقصر، تقصيرة الولائم، مناسبات. الآن بالإجماع المناسبات هي ليلية، بالإجماع ليلية. وهذا ما كان عليه السلف الصالح، أنهم بعد العشاء ويسهرون ويصمرون فأنا قلت الإنسان إذا ما يسمى هنا بالتقصيرة، إذا ضيع الفجر فهي ماشي تقصيرة، تخسيرة، نخسر دينا، نحافظ على الطعام والأكل والشرب والسهر، ولكن نضيع الفرض صلاة الفجر. لماذا لا نغير؟ وهو واقع في بعض جهاتنا في المغرب، في الجهات، أن الوليمة الطعام يقدم بعد الظهر أو بعد صلاة العصر، فإذا ما جاء المغرب انتهى كل شيء، انتهى كل الليل للراحة، الليل لذكر الله، الليل لقيام الليل، ونحن الأكل والشرب الليل. ما يبدأ كاين اللي يقلل من الأكل في النهار، ولكن في الليل يعني الجهاد عنده في الليل، الأكل والشرب تخمة أنواع المأكولات والمطعومات والمشروبات. فغيرنا هذه السنة. الصحابة رضوان الله تعالى ما كانوا يسهرون ويسمرون، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسمر مع أبي بكر الصديق كما يروي عمر بن الخطاب، ولكن في أمور المسلمين، ما يهم المسلمين، أو في طلب العلم، أو مع الأهل. أما أن نتخذ ذلك عادة وسنة كل ليلة، فهذا لا ينبغي فعل ذلك. وأين قيام الليل؟ متى نقوم الليل؟ على المسلم أن يقوم الليل ولو ركعتين، ركعتين في الليل. فلنسأل أنفسنا، هل نقوم الليل؟ فينا من يقوم الليل؟ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ما كان أحد منهم يترك قيام الليل، السلف الصالح ما كان أحد منهم يترك قيام الليل أبدا. فكانوا في النهار فرسان وفي الليل رهبان، رهبان بالاسم فقط، وإنما لا رهبانية بالإسلام، رهبان في الليل، قيام الليل، تضرع، البكاء لله عز وجل، والبكاء يبكون ويتضرعون إلى الله ويخرون ويذكرون الله. ولكن في النهار أقوياء، وقد وصفهم الله عز وجل بذلك، محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. إذن كانوا كذلك في أمور دينهم ودنياهم أنهم يعملون ما بينه الله عز وجل في كتابه، هو سنة من سنن الله عز وجل في خلقه، في الكون، الليل الليل والنهار النهار. فكانوا إذا صلوا الصبح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم، إذا صلوا صلاة الصبح جلسوا، إما أن يجلسوا يتحدثون في أمور الدين والدنيا التي تفيدهم،
وإما أن يتفرقوا ويخرجوا من ديارهم للتكسب والبحث عن العمل أو العمل في أمور دنياهم. هكذا كان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ونحن نعتبر أنفسنا مرضى في هذا الزمن. أغلب الناس مرضى، إذا صلى الصبح ينام. أغلب الناس حينما تتجول في المدن بعد صلاة الصبح قبل الشروق أو بعد الشروق بقليل، وقليل من يتحرك ويمشي وتجده، وقليل من أبواب دكاكين التجارة وحوانيت مفتوحة، فلا يفتحون أبواب دكاكينهم إلا بعد الثامنة وبعد التاسعة، أما السابعة أو السادسة فهو النوم العميق الشخير، يسهرون ثم ينامون بعد صلاة الصبح، ليتهم يحافظون على صلاة الصبح، فلا يصلونها إلا بعد شروق الشمس. الأمة ضيعت الدنيا وضيعت الدين. كذلك الذي يحافظ على صلاة الصبح، ما ينبغي لك أن تنام ولا ينبغي لك أن تنعس بعد صلاة الصبح، فقم فالأجر، وهذا قليل من ينتبه له. والناس لو تسألوه هل تحب أن تحج؟ يقول لك نعم، هذه أمنيتي. هل تحب أن تعتمر كل يوم؟ هذا بعيد، كيف لي أن أعتمر كل يوم؟ ولا يقوم بذلك إلا من كان مؤمنا وثريا وغنيا يستطيع، أما أنا فمسكين، أتمنى أن أعتمر كل 5 سنوات أو كرمز. تستطيع أن تعتمر وأن يكتب لك أجر العمرة كل يوم، ولكن اسمع، النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى صلاة الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين إلا كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة. عمل قليل ولكن الأجر كبير كثير. واحد يقطع المسافات كبيرة لأداء العمرة، ينفق الأموال لأداء العمرة، وأنت عمرتك في مسجد حيك، صلي صلاة الصبح مع الجماعة ثم اجلس في مكانك أو تنتقل إلى مكان آخر في المسجد واذكر الله سبحانه وتعالى حتى تشرق الشمس، فإذا شرقت الشمس قيد رمح وتقريبا نصف 15 دقيقة ربع ساعة، ثم صلي ركعتين فها قد كتب الله لك أجر الحج والعمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم أكد أجر الحج والعمرة، قد يكون الأجر قليل ولكن الأجر يغفر الذنوب، من حج الله فلم يرفض ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال تامة. من يطبق ذلك؟ أمر سهل قليل، ولكن احنا يعجبنا النعاس، يعجبنا أننا ننام. حتى الأعمال الدنيا يقوم الإنسان، وربما يكون موظف ويكون صانع يكون عامل، فيذهب إلى العمل ويظهر عليه أثر النوم، كسل والخمول، غير نشيط في جسمه، لأن غيرنا هذه السنة، النوم الباكر ولكن مع قيام الليل، ثم الاستيقاظ الباكر قبل صلاة الصبح، ثم تقسم الأرزاق، وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأرزاق تقسم بعد الصبح إلى طلوع الشمس، بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس، هنا تقسم الأرزاق وهنا البركة تتنزل. اللهم بارك لأمتي في بكورها، هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم مستجاب. اللهم بارك لأمتي في بكورها. ولذلك بعض العلماء قالوا النوم بعد صلاة الصبح
هذا النوم خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والنوم نوم القيلولة بعد صلاة الظهر هو نوم السنة، قيلوا فإن الشياطين لا تقل. وقالوا النوم بعد صلاة الصبح بعد صلاة العصر نوم الحمقى، لا ينام إلا الأحمق بعد صلاة العصر. ولذلك الإنسان لو طبقنا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النوم لوجدنا الناس نشطاء حيويين في دينهم ودنياهم. ثم يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان حينما ينام يأتي للنوم ينام باكر فيتوضأ وضوءه للصلاة ويضطجع على شقه الأيمن ويضع يده اليمنى تحت خده الأيمن، ثم يدعو بهذا الدعاء وبدعاء يحفظه: اللهم أسلمت وجهي إليك وفوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلته. فإذا كان الإنسان على جنابة، وهذه السنة، كان الإنسان على جنابة لا ينام على جنابة، إما أن يغتسل وإما أن يتوضأ وضوءه للصلاة، إما أن يغتسل إذا تعذر عليه الغسل من الجنابة فيتوضأ وضوءه للصلاة. وورد في الحديث أن الروح تصعد كل ليلة، تصعد، فالروح الطاهرة، الجسد إذا كان طاهرا فهذه الروح تصعد طاهرة تسجد تحت العرش، عرش الرحمن سبحانه وتعالى، هذا وارد في صحيح البخاري، في البخاري. أما إذا كان الجسد غير طاهر فتسجد بعيدة عن عرش الرحمن. فالإنسان ينام طاهرا، إما طاهرا وإما على وضوء، فهي الطهارة، ينام ويدعو الله عز وجل، وحينما يستيقظ يبدأ حياته ويكون همه الدين. لما يستيقظ الإنسان من نومه أول شيء يفكر فيه هو الدين. من أصبح وهمه الآخرة وهمه الدين جمع الله شمله وجعل الغنى بين عينيه وآتته الدنيا وهي راغمة رغم عنها، لأن الذي يملك الدنيا هو الله، الدنيا بيد الله عز وجل، يصرفها لمن يشاء، يعطيها لمن يشاء، إلى بغى الله عز وجل يفتح لك باب الدنيا يعطي لك ما شاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويضيق على اللي يبغاه سبحانه وتعالى. وإذا أصبح الإنسان والعياذ بالله وهمه الدنيا، أصبح الإنسان وهمه الدنيا، يفكر في الدنيا، اش غادي نربح واش غادي نخدم ماذا أقوم، الدنيا، ينسى الدين، ينسى الصلاة، ينسى الآخرة، فرق الله عليه شمله وجعل الفقر بين عينيه ولم تؤته من الدنيا إلا ما كتب الله له. إذن الإنسان دائما يكون عنده الهمة عالية، همة عالية ترفع، لأن الدنيا ثانية وزائلة، وما وعد الله به هو الحق، وهو حق اللي كتب لك الله هو حق، ولكن اتبع الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال، يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الدنيا كتغرنا، والإنسان يقول أقل عد حساب تقدير لكي ينام الإنسان ثلث حياته، هذا إذا كان ينام ينعس 7 سوايع أو 8 سوايع، أما إذا كان ينعس بحال هو واقعنا اليوم 12 ساعة، إذن إلى عاش 60 عام شحال نعس؟ شحال؟ 30 عام، يعني 24 ساعة في اليوم والليلة. وإذا كان ينعس، هو الإنسان يحسب نفسه، إذا كان ينعس 12 ساعة كاين اللي كينعس 12 ساعة، وإذا نام 12 ساعة وعاش 60 مسكين ولا عاش 100 عام 50 عام كلها شخير، كلها نعاس، ضيع حياته. علاش نضيعوا حياتنا؟ نستغلوا الحياة ديالنا،
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصحة والفراغ. هذه يجي يوم اللي تمرض، كاين اللي مرض 10 سنين 5 سنين 6 سنين 15 عام، استغل الصحة اللي عندك. والفراغ كذلك، الإنسان سينشغل في هذه الحياة، ما دام عندك الفراغ استغله في طاعة الله وفيما يفيدك دنيا ودين. فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا وأن يجعل من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن. اللهم اصلح حالنا وأحوالنا ويسر أمورنا. دعاء